تتجدد في هذه التحديات، في هذه الانطلاقات والإبداعات الكبيرة التي تنطلق بأرضية هذا الميدان، حيث يأتي التواصل مستمر لانطلاقة الشوط الثاني عشر الخاص بالقعدان الحقائق الانتاج التي تنطلق في هذا المهرجان الختامي التراثي المقام في المرموم، حيث تعلن ايضا هذه الانطلاقة بوجود هذه الاعداد التي تظهر عبر هذه اللقطات الجوية والتقاط كل صغيرة وكبيرة، كما هو الحدث دائما لمتابعينا الكرام خلف الشاشات حينما ياتوا بالمتابعة وكأنهم موجودين في أرضية هذا الميدان. شكرا دبي ريسينج على هذا النقل الواضح والمتضح لكل المتابعين. ينطلق هذا الشوط وننطلق بمتابعة المراكز المتقدمة، وفي المركز الأول مساح مبارك بن حمد بن محمد العامري يتقدم على صدارة الشوط، بينما قيس في المركز الثاني، سالم بن أحمد بن حوتة العامري والمركز الثالث، يتواجد فيه أيضا عجيب سالم بن خليفة بن محمد الدرعي. ننتقل إلى المركز الرابع، هذا هو منذر سعيد بن سويد بن غدير المنصوري، خذ المركز الرابع والمركز الخامس. ياتي السرابي محمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي، بينما المركز الخامس ياتي أيضا مشكور محمد بن سالم بن محمد بن سريم الدرعي، يتقدم أيضا في المركز الخامس. بينما سادسا مبعد فالح بن سيف بن فالح الشامسي، خذ المركز السادس والمركز السابع، حيث يصل ايضا هناك في المركز السابع مبعد لفالح بن سيف بن فالح الشامسي، والمركز الثامن هذا المنتحر سالم بن محمد بن هويدا الكتبي. بينما تاسعا يصل ايضا مياس محمد بن راشد بن تريس الظاهري، والمركز العاشر يتواجد من الجانب الاخر بدخوله المفاجئ وانتقاله ما بين المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. هذا هو ايضا ياتي في هذا الابداع والانطلاق مساح متقدما على المركز العاشر، ولكن نعود وهذا هو المركز العاشر شاهين لسالم بن حمد بن يطبع العامري. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الصدارة، نعود الى القيادة، نعود الى ايضا من يسير مع الناموس في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع، حيث ناتي بمتابعة المقدمة، حيث نسير مع انطلاقة هذا الشوط مع تواجد هذه الأسماء المتقدمة. من ياتي بالمسار، من غير المركز الأول، السرابي السرابي ياتي على المركز الأول. محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي بدأ يغير مسار الشوط، بدأ ينطلق مع المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. تحركت الأسماء، وصل أيضا مساح مبارك بن حمد بن محمد العامري يتقدم في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع، بينما المركز الثالث الله، حيث ننتقل إلى المركز الثالث، وصل كذلك أيضا عجيب سالم بن خليفة بن محمد الدرعي يصل أيضا في المركز الثالث. ومن الجانب الآخر هذا المنتحر سالم بن محمد بن هويدن الكتبي، الله يا هذه المنافسة القوية في ختام الختاميات، ختام المرموم غير يا أخواني، ختام المرموم، ناموس المرموم غير. الكل بدأ بالتحرك من المراكز الخلفية حينما حضرت الأمتار الأخيرة، الكل بدأ ينطلق بالقرب من المراكز المتقدمة لتأتي المفاجآت كما تعودنا عليها في عالم سباقات الهجن، يضمن الناموس مع خط النهاية. ولكن هذا هو السرابي محمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي، ياتي على مقدمة الشوط، ياتي على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي، بينما المركز الثاني عجيب سالم بن خليفة بن محمد الدرعي، المركز الثالث هذا المنتحر سالم بن محمد بن هويدن الكتبي، خذ المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. الأسماء الأخرى القادمة مبعد فالح بن سيف بن فالح الشامسي، وصل شعار الموج الأزرق، وصلت الشعارات، تقدمت الأسماء. هذا هو أيضا لهب 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 سيف بن حميد بن ضبيب الشامسي، يتقدم بن ضبيب فاجانا من حيث لا نعلم، فاجانا بحماس حمد بن ضبيب أيضا الشامسي، ياتي أيضا بحماسة مع أيضا وجود لهب، مع وجود لهب. أتوقع يا بن ضبيب سلالة لهب،
اتوقع نعم ياتي بالتاكيد سلالة لهب، سلالة لهب بن مايد ياتي على المقدمة، سيف بن حميد بضبيب بن سليمان الشامسي، اهالي زاخر، الله الله الله، مع هذا الابداع، مع هذا الانطلاق المميز، هذا هو لهب، فاجانا من حيث لا نعلم، هذه هي مميزات السبوق، هذه هي مميزات الاسماء العملاقة التي تنطلق بالفوز والناموس، هذا لهب، حيوه يا اخواني حيوه، يستاهل التحية، تهانينا لسيف بن حميد بضبيب بن سليمان الشامسي، تهانينا لابو ايضا فزاع حمد بضبيب الشامسي، المركز الثاني كان متعب، مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، بينما المركز الثالث كان في الانطلاق وفي الابداع، حيث وصل طلوع محمد بن سلطان المالكي، المركز الرابع هو السرابي محمد بن حمد بن مصر من جمهور الاحبابي، وخامسا للمنتحر سالم بن محمد بن هويدن الاكتبي، هذه النتيجة كانت وكان لهب بخمس دقائق 50 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا لسيف بن حميد بن ضبيب الشامسي على هذا الفوز والانتصار بانطلاقة لهب، بينما المركز الثاني خمس دقائق 51 جزء واحد من الثانية، حيث كان متعب مبارك بن محمد مبارك بن راشد بن محمد الخيلي اتى في المركز الثاني، المركز الثالث طلوع محمد بن سلطان المالكي هو خمس دقائق 52 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لأيضا هذا الفوز ولمالك طلوع محمد بن سلطان المالكي على هذا الفوز والانتصار.